أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك. وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله بارك الله. ما شاء الله. تلاوت پیش کر رہے تھے مولوی انس احمد آباد. مکرمی سامعین, 561 ہجری کی بات ہے. سلطان الہند معین الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے. تبلیغ و ارشاد کا بازار گرم کیا. لاکھوں مریضان قلب و روح نے شفا پائی. ان کی تعلیم و تربیت کی خاطر 586 ہجری میں ایک عظیم اور عمدہ درسگاہ قائم فرمائی, جس میں علم تفسیر و حدیث و فقہ کی تعلیم کے ساتھ فن تجوید و قراءات کی بہترین تعلیم ہوتی تھی. آپ کی وفات کے بعد آپ کے افکار علمیہ اور روحانیہ کے امین و پاسباں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ, جو کہ مستند قاری اور مقربی تھے, اپنے اپنے مریدین اور متوسلین کو قرآن کریم حفظ کرنے اور تجوید و قراءت سیکھنے کی ترغیب و تاکید فرماتے تھے. سبحان اللہ. مکرمی سامعین, اب ہم اپنے مسابقے کی کاروائی آگے بڑھاتے ہوئے شعبہ اولا کے پانچویں مساہم تخصص فی التجوید والقراءت کے ایک ساتھی مولوی زکوان پالن پوری کا نام پیش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور بروایت ابن زکوان بطریق سوری من کتاب طیبہ ترتیلن تلاوت کلام پاک پیش کریں. مولوی انس کو مفتی سہیل منوبری کی جانب سے 1200 روپے انعام بطور ہدیہ دیے جا رہے ہیں, وہ اپنا انعام وصول کر لیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله الله نعم نعم الله صدرك يفتح عليك ما شاء الله. وجاهدوا في الله حق جهاده. نعم وفقنا يا رب. الله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم.
عليه. الله صلى الله عليه وسلم. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. نعم أحسنت ما شاء الله، ما أحسن هذا الوقف. الله ما شاء الله. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله ما شاء الله، نعم المولى ونعم النصير. الله الله هو الله، هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله نعم، الله مولانا، نعم المولى ونعم النصير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم منهم. الله الله الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما الله يفتح عليك. فإنهم غير ملومين. الله. فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. الذين يرثون الفردوس.
الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله.